طيب رجعنا لكم، واللي احنا وعدينكم بيه ان التايم لاين هيمشي معاكم عشان تشوفوا ازاي الجيم اتعمل. 15 نقطة رجعنا لكم فيهم بالنقطة هنحسبها معاكم. البعض هيقول ان خلاص او الدوري مصيره اتحسن، ولكن مهم جدا ان احنا نوثق اللي اتقال على مدار الموسم، وان نوثق عشان لما يجي حد بعد 20 سنة او لا خليهم بعد 45 سنة زي الدوري ال 13 بتاع النادي الاهلي، ويشوف ازاي النادي الاهلي خد الدوري ال 13. لا, 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 لا. عشان لما يجي الاخطاء التحكيميه دي تتكرر تاني بعد 7 مواسم نبقى بنقارن بالظبط. كل 7 كل 7 مواسم زي ما بنقارن 2014 2015 2020 2021 2027 2028 اذا لم يحالفنا التوفيق في اننا نقفل العشرينات. يعني انا مش هاخد التوجه بتاعك لانه يخوفني، لان ان شاء الله اللي حصل السنه دي انا معاك زي ما قلت في البدايه ان شاء الله مش هيتكرر تاني، لعله كان ليه اسبابه. طيب نروح بقى لبداية الأخطاء التحكيمية اللي من بداية الموسم وإحنا كنا بنقول عليها ورصدناها. أول خطأ كان مباراة وادي دجلة، اللعبة الشهيرة بتاعة بيكم برأي التحكيم. إحنا مش هنقول أي رأي يخصنا، رأي التحكيم كان إيه في لعبة بيكم، نطلع ونشوف إزاي النادي الأهلي فقد نقطتين نتيجة التعادل 0-0. هنا واضح جدا من لاعب دجلة وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام، لو هو بيمسك ليه بيقع لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا وداخل منطقه الجزاء كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ما هو الفار ما شافش خلاص بقى. هات الحسابه واحسب الخطا موجود وركله الجزاء موجوده، بس الفار ما بيشوفش او الفار مش موجود. دي اللي انا كنت طايب فيها وبقول له يا بيكهام روح اضغط على الحكم. يا نهار ابيض، كنت طيب كنت طيب جدا والله. لو الفرقه كلها ضغطت على الحكم، الحكم ما كانش هيروح يشوف الفار، لان هنقول الشواهد اللي اكبر من فكره خطا تحكيمي اللي احنا بنقول مستحيل موسم زي ده يتكرر بموسم تاني من ناحيه الاخطاء التحكيميه كده. عشان موجود تقنيه فار. لا انا بتكلم عن 7 سنين يا راجل. ما اصلا عندي قناعات ان الدوري بقى هيجي بعد 7 سنين بنفس الطريقه، يعني هنشوف لها حل يعني. لكن خلينا في الدوري الحالي، ده طبعا كان اول خطا تحكيمي. تعالوا كمان نطلع نشوف اول خطا، تاني خطا تحكيمي، بس عايزك بقى تمسك النقطتين الاولانيين بتوع الدجله عشان هنشوف الخطا التحكيمي بتاع البنك الاهلي. نشوف الفيديو. انا سالته عن الـ عن الـ عن الهدف اللي تم الغائه، والراجل قال لي ان هو متفاجئ ومش مصدق ان الحكم لغى الجول. بيقول ان الكره جول 100%، بيقول ان 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 ذا فورورد يعني عنده المهاجم اللي هو في الحاله دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكوره. انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول. هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع الان شيرر الاسبوع اللي فات في في في, في الاستوديو في انجلترا في هدف برضه مماثل على ماجواير، والان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول، فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول 100%، وهو متفاجئ ان الكره او الحكم راح للفي ار ولغى الجول. خبير تحكيمي صديق لميدو بيتكلم عن فكره ان هو متفاجئ ان ازاي ده اتحسب فاول على ايمن اشرف. طبعا سيبك من راي الكابتن احمد حسام ميدو، هو بيقول ان هي شايفها فاول، ده موضوع يخصه واراءه، اللي دايما لما بيجيب خبير تحكيمي بيكتشف ان اراءه عكس اراء خبراء التحكيم في اللعبات المتعلقه بمصلحه الفريق المنافس اللي هو بينتمي ليه. على فكره ما كانش ده الخبير التحكيمي الوحيد اللي قال ان كره ايمن اشرف جول، ولا اللقطه دي كانت اللقطه الوحيده في الموسم، لانها اتكررت في دوريات اوروبيه كتير وكلنا تابعناها واتحسبت هدف بشكل طبيعي جدا. كابتن جمال غندور اندهش وقال ازاي تم استدعاء ميدو سلامه من قبل عمرو الشناوي. ولما نقول من قبل عمرو الشناوي يبقى عشان تكون الامور واضحه معاك، هتلاقي الخبير التحكيمي الوحيد في مصر اللي قال ان الكره دي فاول هو احمد الشناوي، وبالتالي احنا بنعتبر شهادته مجروحه، وده حقنا تماما، لان ابنه اللي كان على الفار، وابنه اللي ارتكب الخطا، وابنه اللي تسبب في اهدار نقطتين من النادي الاهلي في مباراه البنك الاهلي. لكن يا فارس ك
كان عندنا خبير تحكيمي اخر جزائري كان شايف ان الكره مش هدف، لكن كان له راي تاني في المباراه دي. جمال حيمودي كان له راي هام في المباراه، لكن يا اسامه انت قلت حته انا بتفق معاه جدا ولازم ناكد عليها، في بعض اللعبات او بعض كمان الاراء اللي كان وراها خلفيه. يعني لقطه كابتن احمد الشناوي وهو بيحلل هدف باين جدا القرار فيه وهو الحكم الوحيد اللي يقول كده، كان لازم يربأ بنفسه زي كده ما بيتقال يتنحى عن الموقف، لان ما كانش ينفع ابدا ابدا يحط نفسه فيه. ولكن جمال حيمودي كان عنده تعليق مهم، نروح ونشوفه ونرجع نعقب. في بدايه اللقطه، في بدايه لقطه المهاجم المدافع كان عنده اتساع في الذراع وخروج عن الجسم، فهنا الوضعيه لم تكن وضعيه طبيعيه في بدايه اللقطه، فهنا كانت هناك ضربه جزاء صحيحه لم يعلن عنها الحكم الرأي. البعض جه في المباراه دي واتكلم واستشهد برأي جمال حيمودي في اللعبه دي، واتكلم ان في ركله جزاء في اللعبه اللي انتوا شفتوها، ولكن الموضوع ما ينفعش يتاخد ابدا بفكره لا تقربوا الصلاه. لو انت هتاخد رايه كامل فهو ايضا اتكلم في ان هدف البنك الاهلي كان نتيجه فاول واضح وصريح. يا تاخد رايه كله يا تسيب رايه كله. باختصار احنا جبنا جمال حيمودي لان جمال حيمودي الخبير التحكيمي اللي اختلف على الكره دي وقال فاول، فقلنا خلاص لو انت عايز تاخد راي الخبير التحكيمي ده لنا ركله جزاء ولنا نقطتين. احنا هنا بنتكلم بآراء خبراء التحكيم وبنتكلم في الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباراة، لأن نتيجة المباراة دي كانت 0-0 زي نتيجة الأهلي ووادي دجلة اللي غاب عنه في المباراة دي 12 لاعب، ومع ذلك التحكيم ما سابش الأهلي في حاله. نروح للمباراة الثالثة وهي مباراة الأهلي وبيراميدز، وأول 6 نقاط خسرهم النادي الأهلي في الموسم ده كان بمساعدة التحكيم. نشوف تعقيب خبراء التحكيم على الأخطاء الفادحة المتكررة في مباراة الأهلي وبيراميدز. هنا طبعا احنا عندنا في كرة ان معمولة بالعرض في رؤية جهاد كانت ممتازة. هنا ده في لعيب النادي الأهلي ناطط مع شريف كرامي حارس، الاثنين رايحين منافسة على الكرة. الكرة وقعت من ايد شريف. ده تنافس عادي جدا، تنافس عادي جدا. وانا ابرر الكرة دي، انا لو حكم مباراة اكمل اللعب بسبب بسيط، انا لو حارس المرمى وطلع امسك الكرة وفي دفع لازم الكرة تنزل قصادي، اما نيجي على الكرة نبص عليها هتلاقي الكرة نازلة. ممكن يكون من دفعتي ليك هنشوفها. طب نسأل كابتن، هي كرة من الكور الصعبة. طيب. كور من الكور الصعبة دي انا رايي فيها هنا يبقى في استمرارية اللعب اللي فيه تنافس اصلا على الكرة. كابتن الشناوي. طيب نمشي بس هنمشي اللقطة اللي جاية دي بقى اهم لقطة في اللعبة دي. اوريكم ان المخالفه مش موجوده، هنشوف اللعبه. المخالفه مش موجوده؟ مش موجوده على اساس. لعيب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره، اما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص، دي ركله جزاء واضحه. واضحه. ركله جزاء واضحه مش محتاجه ممكن جهاد ما يشوفهاش عشان جاي من ورا، بس كان لازم هنا على حكم الفي اي ار كان لازم يستدعيه ويراجع مع الكره ده. كابتن الشناوي. اكيد ركله جزاء ما فيش فيها، يعني لعبه مش محتاجه هدف. كل الخبراء اجمعوا ان هو هدف صحيح، ركله جزاء كل الخبراء اجمعوا ان هي ركله جزاء. سيبك من جهاد جريشه، ركز قوي بقى معانا مع طارق مجدي، لان طارق مجدي ده هو اللي هيديك لقطه الموسم، هو اللي هيعرفك هو احنا ليه بنقول ان الموسم ده يستحيل تكراره بنفس الاخطاء دي ويستحيل مقارنته بمواسم سابقه. شوف طارق مجدي اول اسم هينور معانا النهارده في الكره دي. شاف طارق مجدي كورة محمد شريف مش ركلة جزاء، شاف كورة بواليا مش هدف. البعض كان تحدث عن ان في كرة الايمن اشرف فيها قفزة على مهاجم بيراميدز، اديني حقي وادي له حقه، لكن هنقارن. واول اسم نور معانا في الحكام مين؟ طارق مجدي. واوعى تنسى الحساب، 6 نقاط حتى الان، فاول 6 نقاط يخسرهم النادي الاهلي. وخد بالك عشان البعض بيفكر ان الاخطاء التحكيميه دي عدد نقاط وبس، لا، ده بتأثر على مشوار الفريق معنويا، بتخليك بدل ما انت متصدر بتلاحق المتصدر، وطبعا عارفين بيتم ازاي، ودينا بنسرد معاكم بخبراء التحكيم يا فارس. مباراة المحلة كانت استكمال للي احنا بنقوله، ازاي وصلت للنقطة التاسعة عشان تبقى فقدت 9 نقاط نتيجة أخطاء تحكيمية واضحة، ونتيجة كواليس هي أخطر وأوضح. أيوة الكواليس المرة دي كانت أوضح
وما كانتش متغطية أبدا. مباراة الأهلي والمحلة خسرناها كان الحكم محمد معروف والفار سيد شعبان. النادي الأهلي هدف المحلة كان من فاول، النادي الأهلي كان ليه ركلة جزاء وفي طرد. نطلع ونشوف التحليل بتاع أحمد الشناوي ونرجع نعقب. الفاول اللي اتحسب على النادي الأهلي لا يوجد شبهة فاول فيه. ادي اللعبة 42 رجلهم بيلعبوا الكورة مع بعض، الفاول مش موجود. ضمن الحاجات ان هو ما بيتقدمش اللعب الكرة، هو مجرد ما لاقي نفسه على كتف محمد هاني لعب الكرة زق ولعب في كتف محمد ده، يعني خبط كتف محمد هاني. القدم هنا لقدم اللاعب المحلي هو بالشكل ده اهو. خلاص حط قدمه امام قدم لاعب محمد هاني اللي هيجي فيه. يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد هاني. خلاص محمد هاني لازم يسقط بالشكل ده. فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. الشيء الغريب ان الفار ما ندهوش. اذا دي فرصه محققه لاحراز هدف. اي مخالفه تمنع فرصه محققه احراز هدف خارج منطقه الجزاء كارت احمر. الشيء اللي انا استغربت له برضو تاني عايز اقوله، الحكم الفار لعبه زي دي تستحق الطرد. ولا بيدي انذار كان لازم يستدعيه يقول له تعالى اللعبه دي طرد وعشان خاطر. طيب هنا لاحظوا كام مره احنا قلنا لكم ضربه جزاء لهاني والطرد اللي كان مستحق المحله وهدف المحله من فاول، بس مش دي القصه. ما انتوا اكيد كلنا عارفين ده وكلنا فاكرين اللقطه وكلنا سمعنا ده، بس تعالى شوف التفاصيل. الشيء الغريب احمد الشناوي بيكرر ثلاث مرات. الشيء الغريب ازاي الفار كان ده موقفه في اللعبات دي؟ ازاي في محمد هاني ما فكرش حتى يستدعي الحكم؟ ازاي الفار اللي بمجرد اي لعبه ما بيكون فيها شبهه الشك إيحاء بالمخالفة في مباريات الزمالك كان بيكون موجود، وهنستعرض معاكم ده، إزاي الفار كان الشيء الغريب اللي كنا وقتها فاكرينه غريب بس بعد كده عرفنا إنه مش شيء غريب خالص. قلت لكم أنا كنت طيب لما كنت بطالب لعيبة النادي الأهلي إنها تضغط على التحكيم عشان يروح أو تجبر حكم الفار إن هو يستدعيه. كنت طيب لما جيت في وقت من الاوقات بعد مباراه الزمالك ووادي دجله اللي اتلعبت على ملعب السلام واللي انتهت 0-0 واهدر فيها عبد الله جمعه ركله جزاء، لما قلت يا ريت كل حكام الفار زي سيد شعبان. ليه قلت كده لما كنت طيب؟ قلت كده لان سيد شعبان في مباراه الزمالك ووادي دجله حسب ركله جزاء بالمناسبه صحيحه للزمالك، لكن مفيش حد في الملعب شافها الا سيد شعبان. حتى لاعبي نادي الزمالك اصلا ما اعترضوش على الكره وكملوا الهجمه بشكل طبيعي، واذا بنا بنتفاجأ في استدعاء للفار. استدعاء للفار ازاي؟ كره ركنيه حسام عرفات بيلعبها بدماغه نزلت على ايديه جت من الزاويه اللي ورا الجول. قلنا برافو برافو سيد شعبان. وانا طيب قلت يا ريت سيد شعبان يجي لنا النموذج ده في مباريات النادي الاهلي. تخيلوا سيد شعبان اللي شاف الكوره اللي ما حدش شافها حتى لعيبه نادي الزمالك، هو سيد شعبان اللي تغاضى عن فكرة استدعاء محمد معروف لطرد مدافع غزل المحلة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني محمد فتح الله، استدعاء محمد معروف لركلة جزاء صحيحة لمحمد هاني رفض إن هو يستدعي. تخيلوا شاف إيه وما شافش إيه. يبقى هنا لازم نقول إيه؟ أيوان سيد شعبان الاسم الثاني اللي بينور معانا الحكام. ركز معانا كده 9 نقاط، طارق مجدي وسيد شعبان. دول طبعا انا مش هتكلم عن محمد معروف اللي في نفس الكوره دي ما استناش اصلا حكم فار ادى طرد لما مباراه الزمالك والمقاولين، بس كان مدافع المقاولين. ومباراه ثانيه طبعا اتحاد واعتقد مقصه ادى ركله جزاء نفس الكوره. مش هنتكلم في ده، لكن احنا هنتكلم في سيد شعبان اللي بينور معانا النهارده في جنب اخوه طارق مجدي في غرفه الفار. صح كده؟ أنا بحملك مسؤولية سيد شعبان. خلاص لأن أنت كنت طيب. أنا كنت طيب. لأن أنت كنت طيب. نروح نكمل نقط وعندنا مباراة الزمالك والإسماعيلي. هم خلاص حافظوا 9 نقط وعندنا طارق مجدي وسيد شعبان منورين. نروح نشوف الأخطاء التحكيمية اللي حصلت في المباراة رقم 13 في الشهرين اللي تم حسم فيهم الدوري، مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، عشان عندنا مفارقة غريبة هنتكلم فيها، بس نشوف آراء خبراء التحكيم. بص يا كابتن سيف، هي طبعا هي الكره الجدل المصر كلها بتتكلم فيها دلوقتي، هل الكره بتاعت ايجاييه دي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ حضرتك شايف ايه؟ انا شايف الكره دي في ركله جزاء لان في خطا تم قبل الكره ما تخرج ارض الملعب.
الكره دي من وجهه نظر حضرتك ضربه جزاء؟ ركله جزاء في احتكاك تم قبل الكره ما تطلع بره ارض الملعب، وحكم الفيديو كان لازم ينادي حكم المباراه يبصوا مع بعض على الاثنين. بص محمد الحنفي هينور بس مش دلوقتي، هو حكم الساحه، محمود عاشور حكم الفار، في اعداد كتيره جدا وضحت ان محمد الحنفي شايف الكره كويس قوي، شايف اندفاع باهر المحمدي داخل طاير ومكمل طيران، وتقريبا الطيران مسموح بيه في منطقه الجزاء لما يكون لاعبي النادي الاهلي هما المهاجمين، وشاف ده وما احتسبش حاجه. طيب ده محمد الحنفي هينور معانا قريب قلنا، لكن محمود عاشور لما نور من الموسم اللي فات حكم الفار رفض ان هو يستدعي محمد الحنفي في كره زي دي. المفارقه ايه اللي انا اتكلمت عليها بقى قبل الفيديو؟ ان محمود عاشور اتعين حكم الساحه للمباراه التاليه لمباراه الاهلي والاسماعيلي، وهي مباراه الاهلي وانبي. مفارقه، مفارقه غريبه جدا. انت ضيعت على النادي الاهلي نقطتين، خليت النادي الاهلي بقى مركز تاني، تعالى بقى مكافاه ليك حكم مباراه الاهلي وانبي. محمود عاشور قلنا منور من امتى؟ من الموسم الماضي. طيب 11 محمود نقطة. عاشور 11 نقطة، هو منور في حاجة تانية تناولناها هنا في الأهلي خط أحمر، وده برضه عشان نثبت لكم إزاي الحكم بيكون متناقض في قراراته. لعبة رامي ربيعة اللي كان فيها لمسة يد بالظبط، لعبة رامي ربيعة اللي كان فيها لمسة يد حسبها ركلة جزاء قصادها مباراة الزمالك والمصري. لا لا ما تعديش القصة، احكي القصة كويس. هو كان حكم ساحة حسبها ركلة جزاء، الفار جابه قال له ما جاتش في ايده يا فندم، رفض كلام الفار، قال لا وانا راجل قاري اللايحة وقاري القانون زي ما أسامة عايز يتكى شوية في الحكاية بتاعة اللعبة. الراجل شاف اللعبة في الفار واتكلم ان لا ما فيش حاجة اسمها الكرة مش متعمدة ركلة جزاء. الراجل ده هو هو في مباراة الزمالك والمصري اللي كان قاعد فين بقى؟ كان قاعد على الفار. عمل ايه بقى؟ استدعى الحكم عشان يقنع الحكم باللي هو نفسه ما كانش مقتنع بيه قبل كده. محمود عاشور منور من الموسم الماضي، منور من الموسم الماضي. وبعد ما شفنا النقطه ال11 في صوره مهمه جدا، وهي لقطه رامي ربيعه في لقاء الزمالك، وركله جزاء كانت واضحه وصريحه، وكان الحكم امين عمر ومين ده انا مش عايز اقول ومين وعلى الفار محمود عاشور. يا جماعه اللي بيحصل ده شيء لا يصدقه عقل. ادي اللعبه واضحه جدا، ده انت موجود على الفار وانت الراجل اللي الفار عندك احيانا بتكون الصوره واضحه، الصوره دي من الملعب، لكن الصوره اللي كانت قبلها كانت الصوره من البث التلفزيوني. طب ممكن نرجع للصوره بتاعه البث التلفزيوني؟ الصوره بتاعه البث التلفزيوني كمان واضحه جدا، ومستحيل وضع تشريحي لمحمود عاشور لازم يفهمه، مستحيل رامي ربيعه يثبت رجله بالشكل ده. عارف محمود عاشور قال ايه؟ قال ايه؟ واتحداه ان هو يكذبني. قال له الصوره مش واضحه، كمل لعب، لان الكره دي رامي ربيعه وقع حوالي دقيقتين، وكان الحكم امين عمر. محمود عاشور في خلال الدقيقتين دول كان بيتكلم مع الحكم امين عمر وبيقول له كمل لعب، الصوره مش واضحه، اصل القائم مداري عليها. احنا ما اتكلمناش عن شده بنون والونش، قائم ايه اللي مداري عليها يا كابتن محمود؟ قائم ايه؟ بس الحقيقه يعني الحكم اللي يتم استدعائه ويقول له الكره ما لمستش ايد رامي ربيعه في مباراه الاهلي والاسماعيلي وجايه في كتفه، ويطلع الفار ويرجع يطبق انها لمست ايديه، بالتاكيد بالتاكيد لازم ينور معانا في كره زي دي. للاسف احنا اسفين جدا، احنا دايما بنقول لكم ارائنا بكل خبراء التحكيم. اللقطه دي كانت في شهر رمضان، وكان كنا بنقدم وقتها فارس الاهلي في رمضان، تقريبا الوحيد اللي اتكلم عليها العبد الله، لان كان فارس بعدي بفتره، فمفيش اي خبير تحكيم اتكلم عليها، مفيش اي استوديو تحكيم عرضها، كانها ما حصلتش. فبنحطها قدام حضراتكم وبنقول لكم احكموا بنفسكم، دي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ لان لو ركله جزاء يبقى كده كمان معانا نقطتين، ووصلنا للنقطه رقم 13 باقي نقطتين. بص يا اسامه، احنا اهم من الحالات اللي احنا والله بنتكلم فيه ده، ولازم اي حد بيتفرج علينا يعرف ان فعلا اللي اهم من الحالات اللي احنا بنتكلم فيه ده طريقة تعامل الحكام مع اللقطات اللي بتخص الاهلي. استدعاء حكم اسمه عبد العزيز السيد عشان يحكم لك مباراة النادي البنك الاهلي، واحنا قلنا انه من 2016 يا اسامة ما بيحكمش للنادي الاهلي في وقت كل الدوليين مريحين فيه، والنادي الاهلي الوحيد اللي بيلعب ومضحي عشان اسم مصر
ومضحي عشان المنتخب الأولمبي وسايب لاعبته الأولمبيين مع المنتخب، وانت بتعمل ايه معاه؟ بتجيب له عبد العزيز السيد. الكواليس والتفاصيل وقتها يا أسامة فضلنا نقول ونكرر الشيطان يكمن في التفاصيل، وفعلا طلع الشيطان كان بيكمن في التفاصيل. ده انت كنت طيب بقى زي ده. انا كنت طيب زيك، ده كنت اطيب منك يا راجل. اللي احنا بقى عايزين نروح له، ازاي وصلنا للنقطة الـ15؟ تخيل فريق معمول فيه كل ده على مدار الموسم. انا عايز اقول لكم حاجة، اللي اتعمل في النادي الاهلي السنة دي تحكيميا ما حصلش في اي فريق من اول موسم للدوري في تاريخه، موسم 49. ونتحدى ان في فريق اتعمل معاه اللي اتعمل مع النادي الاهلي الموسم الحالي. كل ده حصل، وكل ده كان مع النادي الاهلي وانت في لحظات حاسمه النادي الاهلي بيحاول يخلق لنفسه فرصه عشان يكون لسه بينافس رغم كل ده. عملت ايه بقى معاه في مباراه طلائع الجيش؟ هدف واضح وصريح للنادي الاهلي، الكره بتعدي خط المرمى والحكم اصلا ما بيفكرش الفار يستدعيه يا اسامه عشان يشوفها. ليه بقى يا فارس؟ ليه؟ مش عشان بس عشان احنا كلنا طيبين. عشان طيبين، وعشان حاجه كمان، المفترض المنافس ما يلعبش بضغوط وان حد يدبدب وراه، لان الضغوط دي ممكن تاثر على المنافس. فحتى لو انت سجلت هدف انا هلغيهولك. بالظبط. المهم هنا برضو مش قصه الهدف اتلغى ولا لا، المهم هنا ازاي ابراهيم نور الدين اصلا الفار اللي حكينا لكم مع سيد شعبان، واللي حكينا لكم مع محمود عاشور، واللي حكينا لكم مع طارق مجدي، كان ازاي برضو الفار بيتعامل وما اداش حتى ابراهيم نور الدين فرصه انه يروح ويشوفها. يا جماعه للمره المليون، لو دي نظريه مؤامره بنتحدى اي حد كائنا من كان خبرته التحكيميه، لو بينتمي لاي فريق يجي يقعد معانا ويقول لنا اللي انتوا بتقولوه ده غلط، وساعتها هنسأله غلط ليه. بس نطلع بقى ونشوف رضا البلتاجي حكمنا الشهير كان بيقول ايه عن لقطة طلع الجيش. لكن انا عندي واقف قدام حاجة، ان المدافع اللي بيطلع الكورة نفسه كانت احدى قدميه تقريبا على الخط. اسلام جمال. احدى قدميه، والرجل التانية مفروضة. انا بحلل بقى. ايوه بتحلل ما تراه قدامك على الصوره. رجل تاني مفروده داخل المرمى، تديني احساس ان دي اقرب لهدف. بس ده اللي انا بقوله تاني، تديني احساس. ايوه لكن مش قرار. مفهوم. يعني انا تحليلي ان قدم المدافع على الخط وهي متنيه، تمام، الساق الاخرى بكامل امتدادها داخل المرمى، فده يديني احساس انها هدف. ده يديني احساس ان هي هدف. الغريب ان الكره دي كانت بالاحساس، مع ان قناعه اي حد ورجل اسلام جمال الجزء اللي كان باين منها كان على الخط وبقيه رجله بالكامل جوه الخط، ونفسي اعرف احنا بنتكلم في ايه او بنحس ازاي. ولكن كابتن رضا البلتاجي قال احساسي وقناعتي ان هي هدف. طب تعالوا نشوف اللي ما كانش حاسس ان هي هدف، وتعالوا نشوف تفسيره في احساسه. يا اسامه اعتقد عندك كلام كتير في النقطه دي. بص، هو اللي اختلف معاه عشان نكون امناء، انت عارف احنا هنا دايما بنتعامل مع فكره ان احنا مش بنداري حاجه ولا بنداري لقطات، ولا بيجي خبير تحكيم يقعد يستنى لقطات لما اشوفها احكم عليها، ويجي تاني يوم اصلا انا ما شفتهاش فمش هقدر احكم عليها، ويجي تالت يوم ورابع يوم وما بيشوفهاش عشان يحكم عليها. احنا هنا بنقول اللي لينا واللي علينا، ما بنقولش وجهات نظر. ليه؟ لاننا واثقين من موقفنا. اعتقد الامور واضحه بشكل كبير جدا كمان في الاخطاء اللي بتحصل من الحكام لما بيتغير لون التيشيرت. الكابتن سمير عثمان اختلف مع الكابتن رضا البلتاجي، فمن الامانه الاعلاميه قلنا نعرض لكم راي الكابتن سمير عثمان ونتناقش بعد الفيديو. اي صوره هنشوفها في الميديا في اي حته هتجيب لك الصوره من زاويه التسلل مش هتبقى صادقه. الصوره الوحيده اللي تجيبها اللي هي ورا الجول. طب نشوف الكره دي، كره اتعملت وبعد كده لعيب نادي طلع الجيش طلعها من جوه طلعها من بره، فيش ولا واحد. انت عاوز ساحر عشان يقول لك الكره بالمنظر دي جوه ولا بره؟ بس عندنا 3D دي اللي موجوده في القناه هنا زي ما احنا شايفين دلوقتي. انت ما تقدرش تقول الكره جوه ولا بره. شايف هنا احنا قلنا ايه؟ لازم الكره بالكامل تبقى جوه، عشان كده القائم والعارضه لازم يبقوا على نفس السبق بالمنظر ده. هل احنا شايفين الكره بالكامل؟ شايفينها بالكامل؟ لا، في ثلاث ارباعها. يبقى الكره دي ليست هدف. فطالما طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه التقنيه اللي موجوده في القناه.
ركزوا في الكلام اللي قاله الكابتن سمير عثمان، عشان احنا هنا في البرنامج بنثق في ارائه وبنستعين بيه، هو الكابتن احمد الشناوي والكابتن جمال غندور وكل الحكام، كل الاحترام بنحترمهم جميعا، لكن هو قال جمله واضحه جدا ان هو بيعفي نفسه من المسؤوليه. قال التقنيه اللي اتعملت هنا في القناه، تبعا للتقنيه اللي اتعملت في القناه دي انا بقول رايي انها مش جول. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت لك صوره او تقنيه وقدمتها لك الكره لمس الخط هتقول مش جول، فبالتالي ده مش راي الكابتن سمير عثمان، او بيتناقض مع فكره ان هو بيقول لو ساحر مش هيقدر يقول الكره دي جول، لكن الحقيقه الكره من وجهه نظرنا مش محتاجه اي ساحر. التفسير اللي قاله الكابتن رضا البلتاجي ان رجل اسلام جمال اليمين على الخط وهي متنيه ورجله الشمال بالتاكيد هتكون داخل المرمى، هيخليني اطرح سؤال، لو ياسر ابراهيم كان لابس تيشيرت لونه فاتح كنا هنختلف كده ولا كان هيقول المنطقي ان الكره تبقى جول؟ لكن الكابتن سمير عثمان نفسه ادان حكم الفار وقال يا راجل ثلاث ثواني ده انت في كرات بتقعد فيها 4 دقايق و5 دقايق، ده احنا في لقطات في مباريات تانيه قعدوا فيها 7 دقايق وخدوا قرار غلط. فانت هنا في كره النادي الاهلي زي ما قال ايمن اشرف كده، الفار لينا 10 ثواني علينا 10 دقايق، لما تجيب جول كنادي اهلي نقعد 4 5 دقايق نراجعه. يمكن كان في واحد تسلل من اول امبارح وقت التدريبات لو بنلعب في ملعب السلام، لكن تجيب انت جول 3 ثواني العب، يجي لك ضربه جزاء جونيور اجاييه 40 ثانيه بالظبط العب ومفيش مراجعه ولا توقف ضربه المرمى ولا اي حاجه. فكل ده مش بيديك تصور ان القرار اللي طالع قرار فيه شبهه تعمد؟ هل ده مش بيديك تصور ان القرار اللي طالع قرار فيه شبهه تعمد؟ مين حكم الفيديو؟ محمود بسيوني. خليه ينور جنب اخواته الحكم محمود بسيوني اللي ما خدش 3 دقايق اللي على راي كابتن سعد عبد الحفيظ، ده انت لو بتتاوب هتاخد وقت اطول من كده. فاكر في حلقه قديمه لما قلت لك الحكام في مباريات الاهلي في غرفه الفار بيبقوا مستعجلين؟ انتوا وراكوا حاجه؟ صح، انتوا وراكوا حاجه، بس احنا برضو كنا طيبين وده فعلا اللي انا بتفق معاك فيه. ولكن عايز اقول حاجه فيما يخص كابتن سمير عثمان واللقطه دي، بعيدا عن التقنيه اللي اتعرضت لك، انا عندي قناعه تامه ان لو مش بالتقنيه اللي اتعرضت له فهو ما ينفعش يخالفها. انا فعلا جاي بقول لك دي تقنيه 3 دي بتقول لك ان الكوره عدت، طبيعي مش هتختلف معاها ومش هتقول لا التقنيه غلط، ولكن انا عندي ثقه تامه ان لو هو كان هيبدي راي بعيدا عن التقنيه انا واثق تماما بل متاكد كان هيقول جول، ان هو كان هيقول جول. عندنا كمان في تاخد التقنيه فارس في ماتش الزمالك وبيراميدز ما اتعملتش، بس ده طبعا ما نقدرش نلوم عليه الكابتن سمير عثمان، لان في النهايه التقنيه اللي اتعملت دي 3 دي، ولو بتقنيه 3 دي احنا هنا اتعملت تقنيه 3 دي الكره بقت جول، لكن احنا شعارنا دايما او طريقتنا دايما بنستبعد الاستوديو التحكيمي من راينا في قناه النادي الاهلي، لان البعض هيفهم ان هو منحاز، برغم ان احيانا كتير الاستوديو التحكيمي بيطلع بيقول حاجات ضد النادي الاهلي، لكن بنستبعده عشان القيل والقال. دي كانت اخطاء مؤثره بشكل كبير جدا. لو اتكلمنا على الاقل النادي الاهلي له 11 نقطه. طيب هتقول لي طب ضربه الجزاء انت ضمنت انها تتسجل هدف؟ هقول لك تصدق صح، هقول لك حاجه ثانيه خالص، كل ركلات الجزاء اللي كانت في ماتش وادي دجله، بيراميدز، المحله، ماتش ايه ثاني؟ البنك الاهلي اللي قال عليها جمال حيمودي، كل ركلات الجزاء دي بره. اللعيبه بتاعتنا هتطلعها عند الركنيه هتعتبرها ماتش ودي وضربه جزاء غير صحيحه فيطلعوها عند الركنيه، لان لو ماتش رسمي وضربه جزاء غير صحيحه هتتسجل، لكن هنعتبر ان ركلات الجزاء دي كلها بره. احنا لنا ثلاث اهداف اتسجلوا واتلغوا، احنا تعبنا واللعيبه تعبت وهزت الشباك واتلغوا، هدف بيراميدز، هدف البنك الاهلي، هدف طلائع الجيش. لو استبعدت حتى هدف طلائع الجيش فهدف بيراميدز وهدف البنك الاهلي يمنحك 4 نقاط يخليك حاليا انت متصدر الدوري وباقي لك ماتشين تكسبهم تاخد الدوري. شفت الامور سهله وبسيطه ازاي؟ ده انا عايز اقول لك كمان ان احنا مش هنتكلم على اخطاء التحكيمات للزمالك دلوقتي، لان عايزين ناخد يا فارس الاخطاء بقى اللي هي غير مؤثرة عشان نوضح الصوره، لان الصوره بقى في الاخطاء الغير مؤثره بتوضح ايه؟ ان النادي الاهلي في بعض المباريات قدر يتغلب على المنافس والتحكيم والفار، وفي بعض المباريات
ما قدرش يتغلب على المنافس لما كان معاه التحكيم. وفي آخر الموسم اللي هي مسابقة الدوري العام معروفة بمسابقة النفس الطويل، اكتشفنا إن التحكيم المصري كان نفسه طويل وقدر ينافس النادي الأهلي لنهاية الموسم. بص يا أسامة، النقطة دي مهمة جدا لسبب. أولا هي بتعكس اللي احنا بنقوله طول الوقت وهي الكواليس والتفاصيل. تكلمنا في 15 نقطة، تخيل في غيرهم. أيوة تخيل في غيرهم، لولا تفوقك في المباراة ما كنتش هتعملهم. جمهور بقى الأهلي لأنه هو نفسه دايما طول الوقت النادي الأهلي يتفوق، كان بيجي يقول لك ايه رغم الأخطاء التحكيمية يعمل ايه؟ اكسب رغم الأخطاء التحكيمية تفوق. ما هو انت اوريدي عملت ده في 8 مباريات اللي احنا هنستعرضه، عملت ده في 8 مباريات، بس مستحيل طول الخط يا أسامة تعمل ده، ما فيش فريق في العالم يقدر يعمل ده. بس